رجع عندنا الدكتور عوض البرنامجي ديال اقليم شيشاوة. السلام عليكم. البرنامج البرنامجيين او الحكومه المغربيه باش تسور المناطق اللي تضرات بهذا الزلازل، ماشي البرنامج كنشوفوه النهار اللي كيكون الانتخابات ولا خص يكون في هذا المحنه باش يوقفوا بعض البرنامجيين، ماشي الدكتور عوض وها كاين بزاف ديال البرنامجيين اللي خص يزوروا المنطقه اللي تضرات بزاف. الدكتور عوض تحيه ليك سي عوض الدكتور اللي مشى باش يزور المناطق باش يوقف مع المحنه اللي وقع الزنازل اللي وقعوا، وشكرا لك الدكتور عوض البرنامجي ديالنا. شكون ما عرفوش دابا هي دابا نترافعوا هي الحاجه كي دابا غتقول لي الاعانه ديال الدوله، الدوله ما غاديش تعطيك لا لا ماشي ما توقع الوقت، حنا تنقول شي حاجه اللي مزروبه هي باش يعني راه غادي تكون. انا غنقول لك الدكتور عوض اللي محتاجين اي حاجه فيها الماده باش نعاونوا فيها الناس بكل صراحه، محتاجين القياطن الاولى، محتاجين الكواش، محتاجين مواد باش ياكلوا الناس. كي دابا اللي طاح ليه التراب على الكوزينه ديالو خسرت ليه الثلاجه، شوف بعينك، منهم انا منهم بزاف الناس. نقول لك هذا هي الهضره، هي الحاجه باش تقول الدوله اش. لا حنا دابا خلينا خصك الوقت ليه، انا متفق معك. حنا دابا حنا مثلا كبحال لوازم ديال مثلا الغطاء، مثلا القياطن لاطونش، شوفوا المسائل اللي هي الاسعافات الاوليه، هذا هو اللي يضرب الحمد لله. دابا قاده بالمسائل ديالها وجلاله الملك الله ينصره الحمد لله، الحمد لله. بعد شي عن كذاب ولا الناس ديال السلطه، لا يعني السلطه الاقليميه السيد العامل راه شخصيا راه ما جاش نعس في عينيه، الداخليه راه متبعه هادشي كلشي، ولكن ما هو يعني اسعاف اول اللي خاص بحال يعني هادشي اللي قلنا ديال الماكله، شي حاجه اللي خاصها الناس، هي اللي خاصها الناس. حاجه اللي هي ممكن انه في الاخر غادي يترافعوا عليها الناس بطبيعه الحال، غادي يدافعوا عليها والدوله ما تفرطش بطبيعه الحال، لان هذا مسائل راها كارثيه وتا واحد ما غادي يخلي من انا بعدا كنتشرفوا بك ملي جيتي عندنا الدكتور عواض، والحمد لله جيتي عندنا وشفتي المعاناه ديال الناس ديال تسكرت السيف الملك اللي مشي شاوه. دابا اللي كنطلبوا منك هو باش ما بقيتيش تعاوننا عاوننا كيف ما كانش اي حاجه المهم اللي جات منك انا فضل منك الشيء اللي محتاجينه. حيت علاش الناس مضروره على قول الله اكبر، من ناحيه السكن، من ناحيه الاكل، من ناحيه الاغطيه، خلاو حوايجهم. دابا كنعسوا غير في الخلال، دابا حنعسوا بلا مواط بلا والو. حتى الناس اللي عندهم دابا الديور في المدن مثلا، نعطيك على سبيل المثال مراكش، دابا الناس راهما بالتعليمات ديال السلطات راه كاينين برا في الشارع، لان باقي مازال الوضع ما باقي ما مستقرش. واش فهمتيني؟ اذا حتى الناس الحمد لله عرفت الكارثه الفوق. الحمد لله. لا حول ولا قوه الا بالله. درنا واحد الزياره دابا ميدانيه يعني لهاد المناطق المتضرره كلها، دابا حنا دوار دوار وكنشوفوا يعني المعاناه ديال الناس اللي قادرين عليه باش انا غادي نديروا، راه حنا غادي نديروا اللي ما قادرش عليه غادي نوصلوا، يعني هادشي ديال الناس المسؤولين والمسؤولين راه متبعين دابا هادشي، راه ماشي قاعدين، راه كلشي اي وحده صغيره وكبيره الا فروز. والله العظيم شي عزيز، والله الا كنت كنقول فينا هو البرنامج اللي غيزورنا، الحمد لله ما زرتيني ما خليتيني ما نقول، كنت غادي ندير فيديو نقول فينا هما البرنامجيين ديال شيشاوه يجيو نشوفوهم واش، ولكن الحمد لله ملي جيتي عندنا وتناقشتي معنا فالحمد لله. كنشكرك على الزياره ديالك. الدكتور عوض كيدير معاينه كيشوف الناس وكيشوف الاضرار اللي كتعاني من الناس في المنازل، زيارة ميدانية. اش تقول اخويا يوسف هذا الشيء؟ زيارة ميدانية السيد النائب راه وقف وقفة ديال زعما ديال الرجال في هذه المحنة مع الناس، زارنا المناطق كاملة اللي فيها الكارثة ديال بصح، دابا ركزوا المناطق ديال اسيف مال الولو، أن الضرر شوية ماشي بالحدة اللي كاين الفوق، ولكن سي عوض راه يعني زيارة ميدانية. واي شرفنا السي عوض الدكتور عوض في حد ذاته الزيارة ديالها راه تحفيز وتشجيع المواطن، كتحس أن عندك برنامج واقف في ظهرك، ماشي بحال ما كاينش. بعداك كتحس برنامج اللي صوتك كتقول على عارف لمن تعطي صوتك، يعني كيجي يوقف معاك. هذا هو الدور ديال البرنامج، الا جا واسى الناس واسى الساكنه وقال لهم شنو المشاكل اللي عندكم ويتكلم معاهم، فهذا راه مفخره لينا وهادشي اللي بغينا حنايا والحمد لله. عليكم راه عيط عليهم عاد 8 الصباح قال لي الله يحفظك ما تلقاش انت بحال هذا. هادشي اللي بغينا الحمد لله، هادشي اللي بغينا الحمد لله. والله الا شرفتينا بوجود ديالك ومازال غتشوف بعض الاشياء ان شاء الله. حنا غادي نديروا اللي راه غتكون شي حاجه، كاين شي حاجه من عندي انا الحمد لله يجزيك بخير. نتعاون مع الناس من مالي الخاص، وكاين شي حاجه غنقلب عليها تجي من بلاصه. ان شاء الله الله يجزيك بخير يا دكتور عوض. الله يجزيك بخير. الله يعافيك.